دبس الرمان خلص معانا اهو. دبس الرمان ده بنستعمله مع الفراخ، مع اللحمة، مع البفتيك، مع تتبيلات، مع سلطات، مع تتبيلات كتيرة، او كله فيتامين، فيتامين ب، بينقص الكوليسترول، بيفيدنا في حاجات كتيرة، غير ان هو طعمه جميل وبيدي مزازة كده، وجميل جدا في الاكل وفي التتبيلات المشويات. ايوه وجميل خالص، شايفة؟ شايفة عامل ازاي؟ ده السمك بتاعه، ده السمك بتاعه، تحطي منه يعني معلقة صغننة خالص، لان هو مزز جدا، فهيعجبكم ان شاء الله. باذن الله تجربوه، تشتركوا في القناة، اعملوا لي لايكات. بصوا بصوا عامل ازاي هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا اهلا وسهلا حبايبي، منوريني. وان شاء الله هنعمل مع بعضينا النهاردة حاجة سريعة وبسيطة وبنحتاجها كلنا في تتبيلة المشويات، تتبيلة اي حاجة بتستعمليها في تتبيلات كتير، بتستعمليها في ورق العنب، بتحطي منها في خلطات كتير بنحط منها، فانتوا بتستعملوها. هي دي الرمان، وده الموسم بتاعه ان شاء الله، ده موسم الرمان، نلحق بسرعة كلنا نعمل لنا ازازة كبيرة تقعد معانا، او ازازتين يقعدوا معاكي طول السنة تستعمليهم، وما تشتريش دبس رمان من بره خالص. دبس الرمان بره غالي، واحنا في ايدينا ان انت تجيبي كيلو رمان وتعمليه. الكيلو الرمان بيعمل لك والله يعني ازازة زي اللي بتشتريها من بره، حلوة كده وبتستعمليها بتقعد معاكي مدة كبيرة، يعني ممكن لو عملتي لك ازازتين ان شاء الله يقعدوا معاكي مسافة ما تشتريش. وهو سهل جدا ما فيهوش اي حاجة. وبالنسبة لتخزين الرمان، تخزين الرمان بتجيب الرمان بنفصصه زي ما انتم شايفين كده، بنرش عليه شوية سكر وبنحط بنعبيه في الاكياس، نطلع منها الهوا ونروح نشيلهم في الفريزر على طول، ما بيتعملش فيه اكتر من كده، بترشي بس عليه سكر وتحطيه في الاكياس وتحطيه في الفريزر. هو ده الرمان، تخزين الرمان. بالنسبة بقى لدبس الرمان احنا هنعمله مع بعضينا اهو، طبعا كل واحد يقشر الرمان بالطريقة اللي تريحه، بالطريقة اللي تريحه. انا ايه ساعات بقشره عادي، بفصصه واقشره عادي، وساعات بمسكه ايه يبقى سهل، ما عندي الشبكة اللي بحط عليها الحامل بتاع الحلل وكده، بروح فتحاها زي ما انت شايفة كده، باخد الحتة ديت الطربوش ده كده زي ما انت شايفة اهو، اخد الطربوش اللي فوق كده واروح شايله الطربوش ده بايدي كده اهو زي ما انت شايف. لو في وحدات طبعا بايه بنزلها، ما سيبهاش مرمهاش، لو في وحدات زي كده بشيلها اهي احطها جوه اهي. بالنسبه بقى للرمانه، هي انت عارفه في فواصل بيضه كده، فواصل بيضه بين الرمان، نيجي عند الفاصل ونعمل الحز كده، نعمل الحز كده زي ما انت شايف، نعمل حز كده عند الفواصل البيضه دي، بنعمل الحز ده، نشوف الفاصل فين ونروح عاملين اهو، نشوف الفاصل فين ونروح عاملين اهو كده. انا عملت ايه فواصل اللي ايه، اشيل بقى الطبق ده عشان اوريكم قدام عينيكم اهو، بمسك الرمانه زي ما انت شايفه كده، شايفه هي بتتفتح مستويه، بصوا بتتفتح لوحدها ازاي، اروح ماسكاها كده فتحاها واروح شايله منها الشمع الابيض بتاعها دوت، اروح شايلاه اهو زي ما انت شايفه كده، اروح شايلاه كله كده الابيض ده، لان ده مش هيبقى معايا في الدبس الرمان، احنا هنعمل دبس الرمان في الخلاط، فلازم ننضف الحاجات البيضة دي كلها اشيلها اهي. وبرده لو فضل حاجه تاني انا هشيلها برده، بمسك الرمانه زي الورده كده زي ما انتم شايفينها كده زي الورده. طبعا ايه هقول لكم المقادير الاول بتاعه دبس الرمان. انا لو طلعوا دول معايا كوبايتين، كوبايتين عصير رمان، هاخد عليهم الكوبايتين عليهم كوبايه سكر، وعليهم نص كوبايه ليمون، يعني كوبايه سكر نص ليمون كوبايتين رمان، واهو هقلبها كده على الغطا ده، عندك اي غطا ممكن تقلبي عليه كده زي ما انت شايفه كده. بنبدا ايه نروح دقين عليها، بصي شاكوش، ايد ايد سكينه، اي حاجه خشب عندك امسكيها اهو، بدبدب عليها كده لغايه ما تنزل شويه، وفي الاخر بروح انا ماسكه برضو اللي بيبقى منها بمسكه ايه افصصه برضو، شايفين بينزل بيقع. انا حاطه صينيه طبعا عشان اي حاجه تقع فيها،
تقع جوه الصينيه عشان تبقى نظيفه. طبعا هيبقى فيه شابك يعني مش كله هينزل، بس اللي هي على قد ما نقدر اللي هيشبك هو اللي هنزله بايديا. شايفين انا ايه الرمانه؟ بصي زي ما انت شايفه فضيت ازاي، فضيت فيها حبات بقى بسيطه بايديا كده في ثواني كده اروح منزلها، برده مش هسيبها طبعا، هنزلها بايديا بس هيبقى حاجات بقى بسيطه مش هتمسكي الرمانه كلها تفصصيها. لما بتدبدبي عليها كده بتروح منزله ايه الحبوب بتاعتها كلها اهي زي ما انت شايفه كده، حبوب بسيطه اللي فضلت كام واحده في كل واحده مش مشكله، بروح منزلهم بايدي انا كده اهو، مش كتير يعني حاجه بسيطه يعني، وما اخليش الابيض دوت كله بشيله، الغلاف الابيض ده كله بشيله ما بخليهوش في ال اهو زي ما انت شايفه كده كده خلصناه كله اهو اهي زي ما انت شايفه، ما خدتش في ايدي ثواني، وهطلع بقى الحبات اهو كده ايه. انا خلصت المهمه بتاعت التفصيص بتاعتنا، خلاص خلصت مهمه التفصيص، هعمل ايه بعد كده؟ كده خلصت كله على الخلاط بقى، اجيب الخلاط واجي قدامك اهو، مش هحط ميه، هحاول على قد ما اقدر اضرب ايه الرمان في الخلاط من غير ميه، من غير ميه اهو. جيب معلقه انزل الباقي ده نبدا بقى ايه نحط الخلاط هنا عشان ممكن ينزل معانا ولا حاجه اهو، ما حطيتش نقطه ميه، ما حطيتش نقطه ميه زي ما انت شايفه كده اهو، ما حطيتش ميه خالص. بس ثواني عشان صوت الخلاط كده اتضرب معانا في الخلاط زي ما انت شايفه. اجيب بقى ايه مصفه زي ما انت شايفه كده مصفه، وهنحط الطبق تحتيها وهنزل عليه اصفيه، هنزل عليه اصفيه هصفيه وارجع له. عصرنا الرمان اهو زي ما انت شايفه، عصرناه وصفيناه مرتين عشان ما يبقاش في اي شوايب. ادي الرمان هنحط عليه كوبايه سكر، كوبايه سكر ونص كوبايه ليمون، يبقى كوبايتين رمان نص سكر والربع ليمون اهو، وامسكه ادوبه زي ما انت شايفه كده، هدوبه 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 واروح على البوتاجاز احطه يغلي، لما ايه ينزل لنصه الكوبايتين هيبقوا كوبايه واحده، الكوبايتين هيبقوا كوبايه واحده عشان تبقوا عارفين، حسب ما انت هتحطي الكميه، اتنين رمان واحد سكر نص نص ليمون، اتنين رمان واحد سكر نص ليمون، هدوبهم واروح على البوتاجاز اهو. على البوتاجاز بيغلي زي ما انت شايفه، اي ريمه هنلاقيها هنشيلها، كل الريمه اللي على الوش دي انا ايه عشان بس ماسكه الموبايل بايه مش عارفه ايه امسك طبق معايا، فانا دي كل الريمه دي كده هشيلها، افضل سايباه كده لغايه ما ينقص نص الكميه، بعد ما ينقص نص الكميه هطفي عليه. دبس الرمان خلص معانا اهو، دبس الرمان ده بنستعمله مع الفراخ مع اللحمه مع البفتيك مع تتبيلات مع سلطات مع تتبيلات كتيرة او كله فيتامين، فيتامين ب بينقص الكوليسترول، بيفيدنا في حاجات كتيرة غير ان هو طعمه جميل وبيدي مزازة كده وجميل جدا في الاكل وفي التتبيلات المشويات.
شوفي كده بصي عملته معايا وجميل خالص. شايفه شايفه عامل ازاي؟ ده تشتركوا في القناه اعملوا لي لايكات. بصوا بصوا عامل ازاي، هو برضو ايه تقل معانا سنه كده بس جميل، بألف هنا والشفا. ودبس الرمان هيعجبكم قوي وكله فيتامينات وكويس جدا. ومع السلامه، باي باي.